في رسالة الأحد الخامس من الصوم أحد القديسة مريم المصرية، نقرأ في الكنيسة مقطعا من الرسالة إلى العبرانيين، حيث يقارن فيه الرسول بولس بين الهيكل اليهودي وبين الهيكل الأكمل غير المصنوع بيد، ويقارن فيه أيضا بين ذبائح العهد القديم، ذبائح الهيكل اليهودي التي كان يقدمها رئيس الكهنة، ومرة في السنة يرش بدمائها غطاء تابوت العهد، وبين الذبيحة الأزلية التي قدمها ربنا يسوع المسيح على الصليب، إذ سكب دمه الإلهي مطهرا إيانا من الخطايا. لا شك أن الحديث عن جسد المسيح كان مقصودا، لأن الإنجيل مرقس والإنجيل يوحنا يتحدثان صراحة أو يلمحان إلى الهيكل الأكمل غير المصنوع بأيد، والإنجيل يوحنا بشكل خاص يقول إنما كان ذلك هيكل جسد المسيح. الهيكل الأرضي لم يكن كاملا، الهيكل الكامل هو الدائم الأبدي النقي الطاهر. الذبائح اليهودية التي كانت تقدم في الهيكل ويرش دمها كانت تنقي الشعب من خطاياهم، فكم بالأولى دم المسيح الذي سكب على الصليب أن يعطي الطهارة الغفران الكامل، وأن ينقي ضمائرنا من كل عمل شرير لكي نتابع بعد ذلك في خدمة الله الحي الذي مات من أجلنا. المسيح هو كاهننا الأعظم الذي اجتاز إلى داخل الحجاب عندما قدم ذبيحته من أجلنا، والآن علينا نحن أن نتابع ونسير وراءه، إذ نقدم بدورنا ذواتنا ذبيحة حية عقلية من أجله، فنصير نحن أيضا كهنة ملوكيين عندما نكهن لله جسدنا ذواتنا من أجله، وهكذا نستحق أن نسير وراء رئيس كهنتنا العظيم وندخل وراءه إلى عرش النعمة. فاستجاب